السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديدو صمدي. هذا النهار إن شاء الله نقدم واحد الحلقة اللي هي حصرية في الحقيقة، ويعني هدية مولف كان نقدم هدايا الموضوعات ديال الأرانب، ولكن هذه في الحقيقة هدية لكل مربي أرانب، وهو واحد المرض اللي ممكن يتصاب به الأرنب، وهو في الحقيقة هذا المرض السبب ديالو هو سوء التغذية. ممكن انكم تبقاو تعطيو الارانب ديالكم قشور ديال يعني الخضر. اسمو هذا المرض ماشي هو انتفاخ البطن او نقولوا الكوكسيديا او لا، هذا مرض منفرد بوحده. لاحظوا معايا هذا الذكر اسمو راه واقع له مسكين، شوفوا كرشو راها متحجره، انتما الى زيتو هكا شوفوا انه ما كيقدرش يتحرك، شوفوا كرشو شحال راها منتفخه، انتما هكا كنحطو ما كيقدرش يتحرك بزاف، انتما كرشو راه خارجه منا ومن هذه، راه ماشي انثى راه ذكر. لاحظوا ان الكرشو هنايا من هنايا خارجه ومن هنا خارجه، ملي كنقيسوا فيها ما كنلقاوش فيها انتفاخ، ولكن كنلقاو فيها بحال الشكل ديال الماء. هذا المرض هذا الاسم ديالو سميتو الكوليستريديا، هي بحال الشكل ديال كوكسيديا يعني على وزن كوكسيديا، ولكن هذا سميتو الكوليستريديا. كوليستريديا اسمو كيوقع هذا ماشي انتفاخ ديال البطن، وانما هذا الله يستر الا ما داواش الكرش ديالو يعني كتنفجر وكيخرجوا المصارن على برا. علاش؟ لان السبب ديال هذا الشيء وهو سوء التغذيه. علاش دابا انا ديما كنهضر على الاشياء الناشفه؟ يعني شحال من واحد الفيديوهات كيقول لك لا راه ممكن ان يعني الاستعانه بالمواد الخضراء او القشور ديال الخضار. ديما هذاك الشيء كيدير اما المراره اما كيدير هذا النوع ديال مثل هذه الامراض ديال كوليستريديا. عقلوا على الاسم هذا، اي حاجه دخلوها في الراس على حساب يعني الاحتراف، وهذا هو الاحتراف انه يكون عندكم معلومات في هذه الموضوعات هذو. اذا هاد كوليستريديا اسمو العلاج ديالها، هذه هي الهديه اللي ان شاء الله غادي نقدمها النهار. شوفوا هذا ذكر، شوفوا البطن ديالو كيفاش دايره من هنا ومن هذا، ماشي انتفاخ. يعني ملي كنقيس هكا راه كرشو متحجره، لاحظوا انه يعني الاوساخ ما داير حتى اوساخ. هانتوما دابا راه عنده النهار الاول، وهو شوفوا الحجم ديال الراس ديالو، راه يعني هذا راه عاد صغير يعني ماشي كبير بزاف، نقولوا عنده 3 شهور ونص. وشوف مسكين هذا المرض اللي هذا راه حيوي بالنسبه لهذا يعني الفتره هذه، يعني فتره الظهيره راه كيكون حيوي يعني كيبقى ينشط ويتحرك في الكاج. ها انتم شوفوا دابا سموراه داير، راه كيقول لك داويني. هذا المرض هذا راه ماشي انتفاخ، وانما على شكل مياه كتكون مجموعه متحجره في الكرش او البطن ديال الارنب. هذا المرض سميتو الكوليستريديا. كاين اول حاجه مباشره ملي تشوفوا عندكم هذه الحاله هذه، مباشره حيدوا العلف. هانتوما كما كتلاحظوا هانتوما تعطيو حتى نوع من العلف، يعني حيدوا عليه جميع انواع العلف. ثاني حاجه يعني هادشي خطوات، ثاني حاجه وهو التبن، حطوا له شويه ديال التبن، راه كلا من التبن هنا شويه، راه بداك شويه كيدير راه ماشي زبيله تمايا. المهم راه باقي ما بارش، دابا راه ما بارش، يعني العلف اي نوع من العلف يتقطع عليه لمده 48 ساعه، يومين ما تعطيوه حتى حاجه. ثاني حاجه وهو التبن، التبن انتما راني فايت سبق لي هضرت عليه، انتما بحال هكا. هذا التبن عادي، ماشي شي حاجه مغاليش، ممكن انكم تحصلوا عليه غير مجانا، غير واحد الخنيشه بحال هكا تحطوا له شويه ديال التبن. ثالث حاجه وهي مربط الفرس في هذه الحلقه، وراها قلت لكم كما قلت لكم راها هديه، لان راه هذا الانتفاخ هذا راه كان مضايقني بزاف، كان تقريبا صافي راه دابا شويه تفش. اسمو عطيته وهو الحل السحري ان شاء الله، وهو النعناع. انتم راه شويه راني مخلط دايروا له في
طاس هنايا، ولكن هاد النعناع راها عشبة عطيها لنا الله، عشبة سحرية. هذه النعناع العادي اللي كديروا في اتاي، هذا تغليوه وتعطيوه له، وان شاء الله راكم غادي تشكروني. يعني هاد الحلقة راها منفردة، راها يعني هدية لجميع المحبين ديولي. النعناع تعطيوه الارنب، يعني ماشي تعطيوه له مباشرة ياكلو، راه يضرو. هنا تبعوا معايا الحلقة مزيان وفهموا شنو راني كنقول. الكمية اللي تعطيوها ديال النعناع وهي 50% نعناع و 50% ماء. يعني الكمية اللي تعطيوها نعناع ديروها ماء وغليوه، يعني بحال دابا هذه نقولوا فيها واحد الكمية، ممكن هذه دير معها غير نص كاس ديال الماء وتغليوه معاها. وهذاك الشيء، هذاك الماء ماشي النعناع، الماء فقط اعطيوه للارنب. وكونوا متيقنين ان هذه الحلقه غادي تفيدكم بزاف ان شاء الله. راني فرحان لان قدرت انني يعني نجيب لكم هذا النوع من المرض، لان انا عندي في الراس ديالي، ولكن ما عمره ما طرا لي. غلطت في هذه الايامات، عطيت للارنب شويه ديال القشور ديال الخضر. يعني عندي الوليدات ديالي هما اللي كي مره كيعطيوهم بحال الاشياء، قطعوهم قشور ديال الخضر وراه تصاب بهاد يعني ما بقاش حيوي. انا لاحظت انه ما بقاش حيوي، منين لاحظت البطن ديالو لقيتها منتفخه، قلت يمكن راها انتفاخ. وهي كنت غير نعطيه في الاول كما عودتكم بيكربونات الصوديوم، ولكن في هذه الحاله هذه ما تصلحش بيكربونات الصوديوم، لان كرشو فيها تحجر، فيها ماء ماشي فيها انتفاخ، فيها هواء. اذا كان فيها هواء نتفق معاكم، ملي كتقيسوا له كرشو هكا ملي كتشوفوا الهواء اعطيوه بيكربونات الصوديوم، رخيصه في الثمن حتى هي كتباع في الفرماسي. اما بالنسبه للتحجر ديال البطن، شوفوا هنايا راه البطن ديالو راه متحجره مسكين. شوفوا راها، يعني ملي كتبغي نهزو هكا، شوف هنايا الظهر ديالو ولا عريض. هو شوف الراس ديالو غير صغير والظهر ديالو عريض، راه يعني واحد الحاله. يعني ما نقولكمش، لان الارنب ملي كيكون حيوي هذيك هي الصحه، اما ملي كيكون هكا هذه راه مرض سميتو كوليستريديا. هذه مرض كما قلت لي سوء التغذيه، سوء التغذيه هي اللي كدير هذا النوع من الامراض. حاولوا انكم تعطيوا الارانب ديالكم علف صحي ناشف، ما يكونش فيه المياه، ما يكونش فيه الدم. الحلقه ديالنا هي هذه، النعناع غليوه وشدوا الماء ديالو واعطيوه له، ماشي النعناع وانما الماء ديال النعناع اعطيوه له. وان شاء الله راه بدا كيتفش دابا، راه علاش انا درتكم هذه الحلقه هذه؟ راه البارح راه كان منفوخ بزاف، راه كان بواحد الحاله، يعني كان ضخم بزاف، يعني كرشو تحجرت. ولكن ان شاء الله غادي يبرى. وتنتوما هذه الحاله هذه عقلوا عليها، الكوليستريديا هذه يعني حاله من الحالات، يعني حتى الاسم هو في الحقيقه راه مركب، جاي بحال الكوليسترول، جاي من كوليسترول وكوكسيديا، يعني الا خلطتيهم كتعطيك كوليستريديا. هاد الحاله هذه راها يعني خطيره، وما تغاضوش عليها تقولوا دابا يبرى، لا ضروري العلاج، لانه كيكون في واحد الحاله مسكين ما كيبقاش ياكل، كيبقى غير مقرمص بحال هكا. ممكن انه البطن ديالو تنفجر والمصارن كيخرجوا على برا. علاش انا هذه الحلقه راه معتبره حلقه هديه لجميع المحبين ديالي، النعناع والتبن قطعوا عليهم الماكله 48 ساعه يعني يومين، اعطيوه التبن فقط وغليوا له الماء. الا ما بغاش يشربوا ممكن انكم ديروه في واحد المحقنه وتكبوه له في فمه، يعني من لابد ما يشرب من هذاك الماء ديال النعناع المغلي، وان شاء الله راه غادي يكون تيسير. اذا حلقه منفرده، حاولوا انكم تفهموا اشنو قلت، يعني ما تعطيوش النعناع الارنب ديالكم وتقولوا باللي راه كاين المشكل، الا عطيوه الماء المغلي ديال النعناع فقط لمده يومين، ان شاء الله غادي يجيب الله التيسير. اذا الحلقه ديالنا هي هذه، راه حلقه مهمه. تفكروا هاد المصطلح ديال الكوليستريديا راه ممكن يصادفكم، يعني هو ماشي انتفاخ ديال البطن، هو انتفاخ ولكن ماشي بالهواء بالغازات، وانما
انتفاخ بالماء وتحجر البطن. إذن الدواء ديالها وعطيته لكم. إذا كان شي تعليق مرحبا بكم، أنا كان نشكركم على التعليق الطيبة ديالكم، كان أعتبركم عائلتي. تكيو على زر جيم باش تساندونا والقناة تزيد القدام، ما تنسوناش بزر جيم، وتكيو على زر الجرس كي يصلكم جديد ديالي إن شاء الله. إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.